علي صالح النوريتي رئيس اللجنة المنظمة لرالي فزان ورئيس نادي فزان الدرجات النارية. هذا الأسبوع الرابع تدريب الشباب على قيادة الدرجات النارية ومخاطر الدرجات النارية والسيفتي والأمان وكيفية القيادة بصورة صحيحة لأهلهم إن شاء الله اللي يكونوا متسابقين في رالي فزان الصحراوي بإذن الله تعالى. هذه المرحلة الابتدائية في المرحلة اللي هي القيادة، تعليم القيادة، السيفتي، مخاطر الدراجة، وسائل الأمان فيها كمرحلة أولى. بإذن الله الآن حنعطوا فيهم بين عملي ونظري خفيف، ثم إن شاء الله حننتقل بين خيموا بهم في تويوة في مقر الرالي، حندوهم أسبوع إن شاء الله عملي في واقع الحال على قيادة الدراجات في القتبان الرملية. هل شايف إن في إقبال على الرياضة هذه مؤخرا خاصة من الأطفال وأهاليهم؟ والله أكثر ما نتوقع، يعني ما كنت نتصور إن فيه زخم بها الشكلية هذه على الإقبال على الدراجات النارية.